13 سفينة مهجورة. أصبحت أوكار لتعاطي المخدرات تحولت إلى شركات وهمية. تخيلوا لما تطالعون يمينكم تشوفون سواحل الكويت ومبانيها الحلوة، ولما تطالعون يساركم تشوفون جزيرة بوبيان والصبية، ولما تطالعون قدامكم تشوفون جزيرة أم النمل. تتوقعون أنا وين؟ أنا في قلب الكويت، أنا في مقبرة السفن. سالفة مقبرة السفن؟ طبعا هو يعني عنوان مثل افتراضي، اللي هو مقبرة السفن. هو بعض الناس قاعد يرمون سفن قديمة في ساحل عشيرج في الدوحة، خلينا نقول شمال الكويت، ويقطونها هني بدون أي صيانة وبدون أي عناية. فالسفن صار لها أكثر من يعني بعضها صار لها 40 أو 30 سنة وهي تهالكت وسببت تلوث بيئي في ساحل عشيرج. ليش وصلنا لهالمرحلة؟ شنو الأسباب؟ لأشوف أن ما في يعني إجراءات أو قوانين أو تعليمات صادرة بعدم مخالفة أصحاب هذه السفن، لأن لو كان في مخالفات أو عواقب قانونية أنا أظن ما حد كان يرمي سفينته بهالمكان دون عناية ولا ملاحة ولا شيء. فأنا أظن هو القصور في بعض الجهات الحكومية في إنجاز هذا العمل مما سبب اللي قلتي مقبرة السفن. منطقة عشيرج تواجه إهمال حقيقي من قبل السلطات الكويتية، بالرغم أن الحكومة قبل 6 سنين قامت بإنشاء لجنة تعديات لإعادة الروح في الشاطئ، وقامت بإزالة الميناء وبعض المباني المخالفة، لكن للأسف كل شيء رجع مثل ما كان. إنزين، الحين إحنا موجودين بوسط مقبرة السفن، شنو الأضرار اللي لحقت في المكان والسبة الأهمال أو القصور من الجهات الحكومية؟ طبعاً أكبر أضرار هو خطورة الملاحية، هذه قصة وايد عودة، لأن هذه السفن مع الأسف ما فيها لا أضواء ملاحة ولا شيء، وهذه السفن أحياناً في الرياح الشديدة أو الأمواج العالية تجنح وتمشي يمكن حتى في الجون، وسببت مخاطر. إحنا لقينا سفن بعضها يعني جانحة إلى يعني غرب جون الكويت، وهذه خطورة طبعا أكيد ما فيها أضواء ولا شيء. الشيء الثاني اللي هو التلوث البيئي، والتلوث كذلك يعني التلوث مو شيء بسيط، يعني هذه السفن قاعد تولد صدى وهي يعني قاعد تسوي حتى تلوث بصري. فأنا أظن أنه يعني لابد يعني ناخذ إجراء في هذا الأمر، ولابد أن الجهات المعنية يعني تتعاضد وتتساعد في إنهاء هذه المشكلة البيئية الموجودة في جول الكويت. للأسف أهملت السلطات الكويتية ساحل عشيرج وأصبح مكان للتلوث البيئي والبصري، ولو كان هناك قليل من الاهتمام لكان المكان أفضل وأكيد أجمل. شنو الأشياء اللي سويتوها وشنو كان دوركم؟ وأبي أعرف المخاطبات اللي كانت بينكم بين الحكومة شنو هي؟ كان هناك إجراءات حكومية في إزالة 60 حظرة لصيد الأسماك، وكان هناك إجراء كبير في إزالة ميناء عشيرج، وكان إجراء يعني جدا جيد وإحنا ساعدناهم. والآن والسفن اللي 70 أو 80 سفينة شلناها من نفس الموقع، إضافة إلى الشباك الصيد اللي قاعد تسوي هم بعد تدمير وتلوث في الجون. كذلك الشيء المهم اللي هو 56 مجرور مطري وصرف صحي يصب في جون الكويت، وهذا أكبر تلوث حاصل في جون الكويت، وخاصة مجرور الغزالي اللي بجانب جامعة الكويت. هذا هو الحقيقة التحدي الكبير اللي المفروض الآن جهات حكومية تتسارع في إنهائه، لأن صراحة خطر جدا على جول الكويت، ومو على جول الكويت، على الخليج العربي. شنو ودك الحين بعد فترة تشوف قدامك؟ الحين هذا قدامك البحر، شنو خاطرك تشوف؟
والله الحلم اللي ودي أشوفها إن عيالنا يعني يشوفون هالسواحل الحلوة. هذه السواحل ترى وايد جميلة حتى بالصيف باردة. فأتمنى يعني يكون هناك يعني مشاريع سياحية بيئية طبعاً تكون متوافقة مع الشروط البيئية حتى إن إحنا نتمتع من الساحل. يعني الكويت أحلى ما فيها صراحة بحرها. مثل ما شفتوا هذا ساحل عشيرج، لو كان هناك اهتمام حقيقي من الجهات المختصة لكان المكان أفضل بوايد من اللي قاعدين تشوفونه الحين. أتمنى أن وصلت لكم الرسالة. أشوفكم على خير، مع السلامة.